إذن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء هذه المرة من لوس أنجلوس. دعنا نرحب بك معنا أولا في هذا البرنامج ونقف على تقييمك لنتائج البنك خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا لكم على الاستضافة وأرحب بك وبالسادة المشاهدين والمشاهدات. فيما يتعلق نتائج المصرف كما أشرتم تماما، الحمد لله هناك نمو واضح في جميع الأنشطة الرئيسية. المصرف يسير بخطة استراتيجية واضحة، نمت جميع مؤشرات المالية سواء فيما يتعلق بصافي الأرباح أو كذلك بإجمالي أصول المصرف التي نمت 20% وحققت أرقام قياسية حيث وصلت إلى 98 مليار ريال. أيضا محافظ التمويل نمت بشكل جيد بنسبة 25%، تجاوزت 66 مليار ريال. كذلك الودائع نمت بنسبة 22% وتجاوزت 74 مليار ريال. ربحية السهم أيضا كان هناك نمو في النصف الأول بحدود 12.5%، وهناك نمو في الأنشطة أيضا التشغيلية حيث نمت عدد فروع المصرف من 107 في النصف الأول العام الماضي إلى 124 فرع في خلال النصف الأول أو نهاية النصف الأول من هذا العام. وكذلك أيضا عدد الشركاء الإنماء الحقيقة نمى بشكل جيد، وهو الذي يمثل القاعدة الرئيسية لنمو أنشطة وعمليات المصرف. نعم سيد عبد المحسن، أيضا كشفتم عن انخفاض في مصاريف العمليات بنسبة 15% وتحقيق خسائر من الاستثمارات، ما هي العوامل الأبرز التي ساهمت في انخفاض المصاريف وأيضا ما هي قيمة الخسائر وخسائر الاستثمارات؟ المصاريف ربما العامل الرئيسي هو انخفاض المخصصات، حيث أن جودة محافظ التمويل الإنماء جدا ممتازة، تغطية 175%، ولم يتطلب الموضوع أن يخصص مخصصات كما تم في النصف الأول من العام الماضي، وهذا هو السبب الرئيسي في انخفاض المصروفات. أما ما يتعلق في الحقيقة طبعا الاستثمارات أو العوائد، بشكل رئيسي الانخفاض كان فيما يتعلق بالأسهم، العام الماضي كان هناك أرباح غير عادية فيها، وكذلك أيضا فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، العام الماضي كان توزيعات الأرباح أكثر من العام الحالي لمحفظة أسهم المصرف. نعم سيد عبد المحسن، اقتربت مستويات التمويل لديكم قرابة 90%، يعني رغم أنها تأتي في النطاق الآمن لكن أعلى من المعدل الذي عودتمونا عليه. سؤالي، هل كان ذلك على حساب الاستثمارات أم أنه يأتي في السياق الطبيعي ربما لزيادة التمويل خاصة للدولة والمشروعات وما إلى ذلك؟ أولا التمويل هو نشاط رئيسي للمصرف بدون شك، وفي جميع أوجه القطاعات الاقتصادية. اليوم المصرف يملك محفظة متنوعة جدا فيما يتعلق محفظة التمويل للقطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، وكذلك أيضا للمشاريع الحكومية. المصرف الحقيقي أسهم بشكل رئيسي في تمويل مشاريع البنى التحتية من الطاقة والكهرباء والمياه والطرق، وكذلك أيضا جودة هذه الحقيقة المحفظة جدا ممتاز. اليوم يعني نسبة التعثر أقل من فاصلة يعني من 0.7، وبالتالي يعتبر أقل من 1%، وهو تقريبا يعادل 50% أقل من متوسط نسبة البنوك السعودية. أيضا سيد عبد المحسن، طبعا المملكة العربية السعودية اتجهت إلى ضخ الصكوك وأيضا التوجه إلى الاقتراض من النظام المصرفي السعودي، ما هي حيازة مصرف الإنماء من هذه الصكوك الحكومية وأيضا ما هي قيمة التمويلات التي قدمتموها للحكومة؟ الحقيقة فيما يتعلق الصكوك مع الحكومة، اليوم المصرف ليس لدينا محفظة، ولكن أيضا المصرف مستثمر فيما يتعلق بصكوك صدارة وصكوك ستر بأكثر من تقريبا مليار ريال. أيضا فيما يتعلق هناك استثمارات مرابحة مع البنك المركزي السعودي وهي تقابل الصكوك التي أصدرتها وهي متوافقة مع الضوابط الشرعية، والحقيقة كان هناك منتج لأول مرة يتم بين مصرف الإنماء ومؤسسة النقد العربي السعودي. نعم أخيرا سيد عبد المحسن، يعني سؤال، كيف تقيم معدل رأس مال البنك وما مدى توافقه مع بازل 3؟
مصرف الإنما متوافق تماما مع متطلبات بازل 3، ومحفظة مستوى السيولة عالي جدا، أيضا يمكن من أعلى البنوك السعودية. كذلك فيما يتعلق نقطة مهمة وهي ما يسمى بالجيرينج، يعني احنا اليوم وصلنا تقريبا بحدود 4 ومتوسط البنوك السعودية 6، بمعنى آخر هناك أيضا لا زال مجال واسع لمصرف الإنما إن شاء الله النمو في الأعوام القادمة. ونحن نشكرك السيد عبد المحسن الفارس رئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، كنت معنا عبر الهاتف من لوس أنجلوس، شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه التوضيحات.